استجابة لبند تأجيل أقساط القروض في البيان النيابي الحكومي الذي صدر مساء أمس، أعلنت عدة جهات حكومية تأجيل أقساط قروضها إلى جانب القطاع المصرفي. وأعلنت مؤسسة تنمية أموال الأيتام عن تأجيل أقساط المرابحات أو التأجير التمويلي، كما أعلن ذلك أيضا صندوق الحج التابع لوزارة الأوقاف ومؤسسة الإقراض الزراعي، فضلا عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين. فيما قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل أقساط شهرين لقروض وسلف صندوق الضمان الاجتماعي. فيما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الأربعاء المقبل دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية التي حصل عليها المتقاعدون، وأوضحت في بيان صحفي أن صرف الرواتب مبكرا عن التاريخ المعتاد يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم لمتطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية. للمرة الثالثة هذا العام توافقت البنوك على تأجيل أقساط القروض للأفراد لشهر واحد دون استيفاء عمولة تأجيل القسط، مبررة قرارها بمساعدة المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والمعيشية، فضلا عن توفير السيولة لتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام. تأجيل أقساط القروض للأفراد جاء في ظروف مختلفة كل مرة، إلا أن القرار الأخير الذي صدر يوم أمس الأربعاء جاء في ظل إضراب الشاحنات المستمر منذ 11 يوما، أو مع توقعات بإعلان البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة، وهي المرة السابعة هذا العام عقب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. للحديث أكثر حول تفاصيل وانعكاسات هذا الموضوع على المجتمع الأردني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر. وبالتأكيد يعني للحديث عن جدوى تأجيل أقساط القروض للأفراد وعلى الاقتصاد. أهلا بك أستاذ أبو الشعر. وبكم أهلا وسهلا. يعني أول سؤال بلغة الأرقام، ماذا يعني تأجيل البنوك أقساط القروض؟ ويعني تأجيل أقساط القروض المصرفية للشهر الحالي ننظر إليه من وجهة النظر الاقتصادية بكونه عملية إعادة جدول للقروض، يعني تريح المقترضين من دفع أقساط قروضهم المترتبة عليهم هذا الشهر. لكن طبعا سبق للبنك المركزي أنه أوعد البنوك التجارية بتثبيت أقساط القروض الشهرية اللي بدفعها العملاء، وهو ما نعتبره أيضا نوعا آخر من عمليات إعادة جدولة القروض. لكن المقترضين في الحالتين سيكونوا مطالبين بسداد الأقساط الجديدة بعد جدولتها مع فوائدها، بالطبع فوائد مترتبة عليها. هلا من سوء الطالع انه قرار إعادة الجدول الأخير يعني راح كثيرين، لكن ترافق مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بالأمس برفع أسعار الفائدة على الدولار بواقع 50 نقطة أساس. نعم. هلا اعتدنا انه طبعا عودنا مجلس الاحتياط الفيدرالي خلال الاشهر الماضيه برفعها بمقدار 75 نقطه اساس، كان مبالغ جدا الفيدرالي الامريكي في رفع هيكل اسعار الفائده، وهو بالطبع ما انعكس على هيكل اسعار الفائده المحليه بطبيعه ارتباط الدينار بالدولار كما نعلم. نعم. يعني هذا القرار جاء بالفعل. نعم. فإذا يعني ربما أن الاتصال قد انقطع مع الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر، سنعود إليك في وقت لاحق إن سنح لنا الوقت بالتأكيد. إلى هذا الخبر الآن، أعلن الأردن والعراق التوصل إلى اتفاقات حول عدد من القضايا المشتركة في قطاعي الصناعة والنقل عقب مباحثات وزارية مشتركة عقدت في بغداد.
الجانبان اتفقا في مجال الطاقة على تمديد مذكرة التفاهم بشأن النفط لمدة 3 شهور إضافية وبالشروط ذاتها. ويستورد الأردن النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10,000 برميل يوميا. كما أكد الجانبان على أهمية إنهاء مشروع الربط الكهربائي قبل نهاية عام 2023. وفي مجال الصناعة تم الاتفاق على تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها، خاصة مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، فضلا عن معالجة الصعوبات التي تواجه انسياب السلع في الاتجاهين لزيادة حجم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 487 مليون دينار. في قرار مماثل لقراري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية 0.5 نقطة مئوية ضمن خطته لمحاربة التضخم. وأورد البنك في بيان أنه يعتزم مواصلة زيادة نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، وتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، رغم توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023. في إطار جهودها وإسهاماتها المستمرة في تمكين الشباب من خلال خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في معهد تدريب مهني السلط. وجاء افتتاح المركز ضمن الاتفاقية التي وقعتها شركة زين في شهر حزيران مع الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التدريب المهني، والمتضمنة إنشاء 4 مراكز اتصال لخدمات الزبائن زين في 4 محافظات جديدة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في محافظاتهم. احنا سعداء بهذه الشراكة مع وزارة التخطيط ومؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل. مجموع المراكز التي سوف يتم افتتاحها بجميع المملكة 10، السنة القادمة راح يتم افتتاح كمان 3 مراكز، واحد في الوسط، واحد في الشمال، واحد في الجنوب. هاي المراكز بتساعد على خلق فرص عمل للشباب، وإن شاء الله مستمرين بدعمهم بكل المحافظات.